السلام عليكم، الله يسعدك، اوقاتكم بكل خير. اليوم ان شاء الله بنشوف مع بعض كيف نعمل المكرونه سباكيتي بالروبيان اللي هو الجامبا مع الطماطم المجففه والبروكلي. طبق جدا سهل وبسيط وطعمه بيطلع كتير طيب، في صوص جدا خفيف على نكهه الحامض والحر. طبعا يا حلوين ممكن تزيدون كميه الصوص، وايضا ممكن تستخدموا اي نوع مكرونه انتم حابين. اخر الفيديو عندي لكم شوي ملاحظات، لا تنسوا تسمعوها، ان شاء الله تعجبكم وصفة وتجربوها وفرجة ممتعة. نعمل وصفتي لليوم، راح نحتاج الى المكرونة، انها مستخدمة سباكيت رقيق، ممكن تستخدموا اي نوع مكرونة انتو حابين. ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من عصير الحامض اللي هو الليمون، ملعقة صغيرة من الزبدة، شوي من البروكلي، ثلاث ملاعق من الكريمة. انا هنا مستخدمة كريمة الخفق، ولكن هذه اللي عندي ما فيها سكر، ممكن تستخدموا اي نوع كريمة، المهم انه ما يكون في سكر. واذا عندكم كريمة الطبخ استخدموها. شوي من الريحان اللي هو البازيل، طماطم مجففة بالشمس ومحفوظة عندي هنا بالزيت، شوي من الروبيان، الكمية على حسب الذوق طبعا. بالنسبة للتنكي رح نستخدم شوي من الفلفل الابيض، ملح حسب الذوق، شوي من الحر المجروش، فص كبير من الثوم بشرته ناعم، وبشر نص حامضة. رح نعمله اللي هو تتبيل الروبيان. فمثل ما انتم شايفين هنا هذا الروبيان، رح احط عليه شوي من هذا الحامض، شوي من الثوم، شوي من الحر المجروش، ايضا بشر الحامض، شوي ملح، وشوي فلفل ابيض. ثم هذا محتاج اني اخلطه مثلا محتاج اني اخلطه زي كده شوي. طبعا ممكن تنكهوا زي ما تحبوا، بس انا هذه هي النكهه اللي احبها في هذه الطبخه. هنا كسرولة على النار، هي تقريبا سخنه معي، راح اضيف باقي كميه الزيت اللي فضلت لي من تتبيل الروبيان، وعليها راح احط مباشره الروبيان. احط انا عليها بس شوي، هو ما ياخذ وقت كثير بالطبخ. مثل ما انتم شايفين هنا حطيت حتى المكرونه تنسلق، هذه بس شوي وراح تنزل. دور الروبيان بعد ما جهز معي، هو عموما ما ياخذ وقت كثير بالطبخ. الان راح اشيله وارجع. الان في نفس المقلاه جو ساقطر هذا اللي كان فيها زيت الزيتون، راح احط كمان اللي هي ملعقه صغيره من الزبده والعصير الليمون. بخاخين راح احط عليهم البروكلي. طبعا اذا حبيتوا تسلقوا يسلقوا، انا احب اعمله زي كذا لحتى يطلع معايا كانه سوتي. هذا راح اخليه هنا شوي على النار. اذا حسيتوا ان المقلاه عندكم كثير ناشفه، ممكن تضيفوا شوي من ماء سلق المكرونه. زي كده راح اغطي هذا شوي لحتى ينطبخ بالبخار. جهز معي هنا البروكلي، وما عموما ما ياخذ وقت كتير، وايضا يفضل اني اخليه مقرمش. الان راح اضيف باقي كل الاشياء اللي كانت عندي هنا، واللي هي الحار المجروش، الثوم البودرة، والملح، والفلفل الابيض. صرت عندي طارت قطعة. ثم راح اضيف عليهم شوي من سلق ماء سلق المكرونة، يعني هنا تقريبا حطيت ربع كوب. الكمية على حسب انتو قديش تبغون صوص بالمكرونة. اوكي، حركهم زي كده شوي. انا في هذه المرحلة ابغى اطبخ هذا الثوم، انا ما حطيته في البداية لانه هو عندي مبشور كتير رقيق، فممكن يحترق معي بسرعة. ثم راح احط الكريمه اللي قلنا عليها، ثلاث ملاعق كبار، ثلاث ملاعق كبار هي 45 تقريبا ملي، هذا الشكل. هذا راح اخليها تغلى وتتسبك بس شوي.
بعد ما غليت معي هذه الان راح ارجع الروبيان، طبعا هو لساته ناقص طبخ شوي. اوكي، ايضا راح اجيب هاي الطماطم اللي هي مجففه بالشمس، قطعها زي كده الى شرحات طويله. نحركها مع بعض شوي. انا هنا تقريبا المكرونة قربت تنطبخ، راح اخليها لي بس دقيقة واحدة على ما تكون جهزت عندي المكرونة. جهزت عندي المكرونة والان راح اضيفها. طبعا يا حلوين المكرونة ما تبغين تطبخها. اوكي يس ماما. نو مامي، مامي فود. خلاص هاد راح نحركها تقريبا دقيقة على النار لحتى تتشرب. اوكي ادم لحتى تتشرب. ادم يدفشني. اوكي اوكي، انا بعد ما حركتها تقريبا دقيقة مع الصوص، الان طفيت عليها النار وراح اقطع عليها اللي هو الريحان بهذا الشكل. خلوه قطعة كبيرة بيطلع شكله حلو. اوكي خلاص، تقليبة اخيرة وبيكون الطبق صار جاهز. طبعا هذه تتقدم مباشرة. اوكي خلاص يا حلوين، هذا الشكل النهائي اللي بنحصل عليه مثل ما شفتوا. الطريقة جدا سهلة وبسيطة وطعمه بيطلع كتير طيب. ممكن تقدموها زي ما هي كده، او ممكن تضيفوا عليها شوي من جبن البارميزون، ابشروا عليها بمبشرة خشنة، بيزيدها طعم كتير طيب. مثل ما معروف الجبن البارميزون دائما مرافق لاطباق المكرونة الايطالية، لانه عن جد يعمل فرق كتير في النكهة. في حالة يتوفر عندكم استخدموه. بالنسبة للتعديلات اللي ممكن تعملوها على الوصفة، في حالة اذا حبيتوا صوص زيادة ممكن تزيدوا شوي من الكريمة، وايضا من شوي ماء سلق المكرونة. نحنا نستخدم ماء سلق المكرونة لانه يكون فيه شوي نشا من المكرونة، ولما نحطه على الصوص بيساعد اننا يعطينا صوص شوي سميك. في حال اذا حبيتوا تعملوا الوصفة صحية اكتر، طبعا ممكن تستبدلوا المكرونة البيضة بالمكرونة السمراء، ممكن تستغلون عن الكريمة تماما وتستخدمون نصف ماء سلق المكرونة ونصف كمية من الحليب لحتى يعطيكم كده الصوص قوامه يكون كده سميك شوي ولونه على فاتح. بالنسبة للخضار ممكن تضيفوا اي خضار تانية مثل شرايح من القرع الاخضر اللي هي الكوسة، شرايح من الفلفل الملون ايضا بيعطيها طعم كتير طيب. الطماطم المجففة يا حلوين طعمها روعة، في حال اذا ما سبق وجربتوها جربوها بتطلع كتير طيبة، خصوصا باطباق المكرونة والاطباق اللي خفيفة جاي كده. انا مثل ما انتم شايفين شريتها بعلبة، حتى سعرها ما غالي، اتوقع 19 ريال، يعني ممكن تلقوها زي كده او ممكن تلقوها اوقات عند اللي يبيعون الزيتون. انا اتكلم عن هنا بالسعودية، موجودة في كل الهايبرات. اوكي بالمغرب والله ما اعرف، بس اللي اعرفه انه نحن ما شاء الله بالمغرب يجففون الطماطم في البيت، فاذا عندكم طماطم مجففة بالبيت استخدموها. خلاص يا حلوين، هذا كل شيء عن وصفتي لليوم. مثل ما شفتوا الطريقة جدا سهلة وبسيطة، الطعم بيطلع كتير طيب بشكل كتير حلو، تغيير عن اطباق المكرونة العادية اللي متعودين عليها. اخر الفيديو احب اقول لكم سوري، معلش صوتي لساته مزعج شوي، فمعلش تحملوني. شكرا متابعتكم، الله يسعدكم يا رب، واشوفكم على الف خير بالفيديو الجاي، ومع السلامة.